إلى الأمام الآن المنتخب الأوزبكي، محاولة كرة عن طريق تسعة الفنو، وأول أهداف المباراة بنيران صديقة، بنيران صديقة، ولكن عن طريق الفنان دسوبيك ياشينوف هو اللي اشترك في الهدف، وهو اللي تسبب في الهدف أيضا من الجهة اليمنى. الخطير دائما رقم تسعة دسوبيك ياشينوف. خلونا نشوفها من جديد، لاحظ الكرة الماضية ولاحظ في المرمى، كانت في المرمى، كانت عن طريق ثلاثة، خليل خميس، نعم ثلاثة، خليل خميس لاحظ هو اللي حط الكرة في مرمى، وبالتالي يسجل أول أهداف المنتخب الأوزبكي. لاحظ الكرة كانت عن طريق ثلاثة، خليل خميس، وبالتالي هدف يأتي بنيران صديقة، والتقدم للمنتخب الأوزبكي. الآن حسن كوراكي، تعود الكرة الآن للمنتخب الأوزبكي من جديد. شوف التمريرات جميلة جدا بالنسبة للاعبي المنتخب الأوزبكي، المساحات ضيقة، التمريرات جميلة، وكرة إلى الأمام، هذه جميلة، كرة على طول خطرة وجول، هي جميلة وتنتهي بهذا الجمال، من عابد سوبوبير يتمكن من تسجيل الهدف الأوزبكي الثاني. الأوزبكي الآن يذهبون إلى هدفهم الثاني، في المباراة. لاحظ اللعبة الجميلة، الكرة كانت طولية من وسط الملعب إلى الأمام. شوف التمريرات سلسة جدا، والوصول سلس جدا وجميل بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، والإمضاء بعد ذلك بشكل ولا أروع عن طريق بوبير أبيتسوف. المرة هذه يعني بنيران صديقة، لا بهدف ملعوب وهدف جميل أيضا، يعني الإمضاء جميل كان عن طريق بوبير رقم ثمانية. الآن في الدقيقة 30 يتمكن، كرة لخالد جاسم، 38 دقيقة الآن من شوط المباراة الأول، كرة إلى الأمام، ممكن الثالث الآن، هذه خطيرة، وممكن الثالث لأوزبكستان، الثالث الآن لأوزبكستان عن طريق بوبير أبيتسوف، الفنان يتمكن من تسجيل ثالث أهداف هذه المباراة، وللمنتخب الأوزبكي تحديدا الذي يتقدم بثلاثية نظيفة. تفوق في الأداء، في النتيجة. لاحظ المنتخب الأوزبكي خطير جدا عندما يصل، ويصل بأسلوب السهل الممتنع وبكل سلاسة حقيقة، هذا يعني بمنظور فني، يعني هذا ما شاهد عليه المنتخب الأوزبكي حتى الآن في شوط المباراة الأول، عندما يريد أن يصل يصل بكل سهولة، يصل بكل سلاسة فعلا وبأسلوب السهل الممتنع المنتخب الأوزبكي. ركنية للمنتخب اللبناني، كرة لعبت ركنية، محاولة، ولكن في ركلة جزاء الآن، ركلة جزاء، راح نشوف القرار بالفعل على وجود ركلة جزاء لصالح المنتخب اللبناني، ركلة جزاء للمنتخب اللبناني، والمنتخب اللبناني الذي يبحث عن بصيص أيضا وعن الأمل من أجل العودة إلى المباراة وتقليص الفارق إلى هدفين بدلا من ثلاثة. وجود مثلا يعني نشوف الكرة من جديد، وهني في دفع يعني ركلة الجزاء. حسين زين يتقدم الآن، حسين زين بيسجل ولا لا، زين بيضيعها، متابعة جميلة من حسن محمود اللاعب الذي أتى في شوط المباراة الثاني، البديل اللي يتمكن الآن من متابعة جميلة من تسجيل هدف للمنتخب اللبناني. الآن الهدف طبعا ليس من ركلة الجزاء، بل من متابعة أيضا وكرة من حسن محمود يتمكن من تسجيل هدف للمنتخب اللبناني الآن، ليقلص الفارق من ثلاثية نظيفة إلى ثلاث أهداف مقابل هدف، وإلى فارق الهدفين. كرة لعبت إلى الأمام، 3-1 المنتخب اللبناني، بيقلص الفارق الآن عن طريق حسن محمود. هذا هو حسن محمود، بديل ناجح، بديل جيد.